اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة بيك اير الكازاخستانية اليوم الأحد إلى الهبوط اضطراريا من دون عجلات أمامية في مطار العاصمة أستانا. وعانى طاقم الطائرة المدنية حالة من الرعب الشديد بعد أن امتنعت آلية التحكم بالعجلات الأمامية عن العمل، وهو ما أجبر قائد الطائرة على تنفيذ هبوط على أرضية المطار من دون إخراج العجلات الأمامية. هذا ولعبت مهارة الطيار دورا كبيرا في تجنب وقوع مأساة محققة، وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلامة حيث لم يصب أي أحد من ركاب الطائرة البالغ عددهم 121 راكبا. هذا وأدى الحادث إلى تأخر الرحلة لمدة 40 دقيقة، كما تم تأجيل رحلات أخرى إلى حين هبوط الطائرة. وفتحت النيابة الكازاخستانية قضية جنائية في النازلة، حيث يجري حاليا التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد الجهات المسؤولة. Молодцы, пассатижи, бля, молодцы, молодцы, красавцы, хорошо, красавцы серые сели, все целое. Фух, аж мурашки по коже, блин, молодцы, ребята, молодцы. Базара нет. Красава, молодец. Красава, а тебя что, побежали, братцы, туда? Красава. Молодец. Да, 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 да